إلى أرض مملكة البحرين عن أملها في أن يسمح حضورها لأعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فتح فصل جديد من العلاقات المتميزة بين بلادها وبين دول الخليج. وقالت تريزا مي إن هذه الزيارة ستكون مناسبة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، بما يسمح بانتهاز الفرص التي ستتاح في المستقبل لتحقيق الرخاء والأمن لشعوب الدول المعنية. كما شددت رئيسة الوزراء البريطانية على رغبتها في أن تتطور العلاقات وتصل إلى مستوى يعكس قدم الروابط التي تجمع المملكة المتحدة ودول المنطقة، لا سيما مملكة البحرين، معتبرة أن هناك الكثير من المجالات التي يمكن تطويرها من خلال هذا الاجتماع في قمة البحرين. وأكدت أيضا السيدة تريزا مي أهمية مناقشات كل التحديات وبناء شراكة قوية مع دول ذات أهمية استراتيجية مثل دول الخليج من أجل تحقيق الأمن والازدهار للشعوب. تغطية إعلامية واسعة وكبيرة يقوم بها أكثر من 350 إعلامياً وأكثر من 50 مؤسسة إعلامية في هذه القمة. أعزائي المشاهدين والمستمعين الكرام،